من ما؟ هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وصدق الله العظيم. أصحابها هم الجماعة الترابية لإقليم بركان، 16 جماعة كلها مساهمة في شركة التنمية المحلية، يشكلون جمعيتها العامة، وجزء منها يشكل مجلسها الإداري، وهم الذين يضعون السياسة التي يجب أن تتبعها الشركة، وأي مجالات يقررون في أي مجال سيمكن أن يمنح للشركة التنمية المحلية حتى تدبره. وتدبره من منطلق ديال يعني جوج ديال المنطلقات الاساسيه، اولا الرفع من جوده الخدمات المقدمه للمواطن، المساله الثانيه الحكامه، يجب ان تكون حكامه شفافه، حكامه فعاله افيسيونت افيكاس، يجب ان تكون ايضا تراعي التوازنات الماليه ديال الشركه، خصهاش تبقاو يعني غير تنشطوا ولا تنديروا الامور، خصها تكون مدبره بشكل عقلاني بشكل حكيم، لان حنا اليوم يعني نتيجه الوسائل الماديه ما استطعناش يعني كباقي عده مدن في المغرب ماشي حنا ما تكونش الوسائل، احيانا يجب اللجوء الى اسطول يعني مستعمل، لكنه في حاله يعني جيده. ونقول لكم سي السيرتيفيكا اللي عنده سي السيرتيفيكا اورو 5 راه من بين يعني الشهادات اللي هي يعني كتعطى على اساس انها راه كاينه واحد الجوده عاليه خاصه فيما يتعلق باحترام معايير البيئه. فهاد الورشه والتدين الهدف كيف كتسمعوا ان بركان فيها ورش كبير ديال الرقمنه، ورش ماشي فقط كبير لكنه ورش متميز متميز جدا وبشهادات يعني عند فئه الامل. يجب وضع الرجل المناسب او المناسبه في مكان المناسب. فكان انه يعني كل ما المسلمين صراحه فريق العمل مثلا كلهم في مجال اختصاصاتهم لا في مجال المستمع. هذا هو الادماج، كنقولوا حركه عندما تمثلوا يعني وسائل النقل دامجه، راه في هذا الاساس تكون دامجه. لكن الهدف اذا في الاطار الكوزين ديال المشروع ديال البيغاس اللي كيجمع هادشي كلشي ديال اللي كنشتغلوا عليه من مشاريع في اطار المجال الترابي الذكي الدامج المستدام، هذا كنفكروا باش يكون النقل يعني بليبيس الكتريك، باش يكون ان شاء الله حافلات نقل يعني كتشتغل بالكهرباء كهربائيه، باش ما نبقاوش في الاطار ديال التلوث والانبعاثات ديال السي او2 اكسترا، ربما يمكن يكونوا ايضا ماشي هذا لان السي مراد تهضر لي على
l'hydrogène comme quoi c'est une possibilité aussi. Un mouatini, Fahida Hussein Jalal al-Malik, Mme Al-Mu'lin, Sid Mohamed Sadis, Sallallahu alayhi wa sallam. وقبل الختام أود أن أطلب سي قال لك ما لا يشكر الناس لا يشكر الله. أنا أيضا معنا سي سليم اللي غادي يغادرنا اليوم. نبغي سي راشد مراد. شنو خويا سامي؟ المواطنين ديال البركان الساكنة أبناء الساكنة أبناء المنطقة، واتضح بأن المشكل لم يكن أبدا مشكلة إرادة ديال المستخدم ولا ديال الموظف، هو مشكل ديال وسائل العمل ديال ظروف العمل ديال الإدماج ديال العنصر البشري داخل هذيك المنظومة ديال الشركة اللي كيشتغل. تلقى خلايا نحل خدامة تشتغل، خلايا نحل يعني لا تفطر، تشتغل بالليل والنهار لا تفطر، وتلقاهم كيبقاو حتى ثلاثة الصباح والجيب كيبقاو الضغوطات يجب إخراج المشاريع بوجود وبجودة وبجودة. ولهذا نقول نحن اليوم عندنا واحد الفرصة كبيرة نظرا لكوننا يعني تتوفر لدينا هذه الطاقات البشرية الهائلة اللي كتشتغل بواحد الإخلاص بواحد الوطنية وبواحد